والأمر الثاني، لعل السائل يسأل، يقول: أيهما أفضل، أن أقوم ببناء مسجد مستقل أو أنني أشارك في أكثر من مسجد حتى تعم الفائدة؟ ممتاز، جزاه الله خير الدكتور على هذا السؤال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الدجاج هذا صمت الدجاج الله يعلم. طيب، نقول يا إخوان الأعياد عبادة، لابد دائما العلم لما يقرر يا إخواني نرتاح كثيرا، وجهينة تقطع قول كل حكيم. الأصل في الأعياد العبادة، وما سمي العيد عيدا إلا لأنه يعود ويتكرر. طيب، ما الدليل على أن العيد عبادة؟ روى أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح، من حديث أنس رضي الله عنه وأرضى أبي حمزة خادم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لما قدم النبي المدينة عليه الصلاة والسلام فوجدهم يلعبون في يومين. ولما نقول في يومين ليس معنى ذلك الأحد والاثنين، لا، في يومين يعني في زمنين، وإن كان متقاربين أو متباعدين، هذا معنى كلمة في يومين، وليس معنى في يومين يعني أحد واثنين وثلث وربوع إلى غير ذلك. فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يوم النيروز ويوم المهرجان. أعياد متباعدة من أعياد الفرس إلى غير ذلك، موجودة إلى اليوم عند الفرس وعند الأكراد. قال: لقد أبدلكم الله بهما خيرا أمة الإسلام، يوم الفطر ويوم الأضحى. فدل ذلك على أن العيد عبادة وليس عادة، حتى لا يخرج إنسان يقول لك يأخذ عادات وترى ما في شيء، عيد الأم، عيد الحب، عيد زواجنا، عيد مماتنا إلى غير ذلك من هذه الأشياء. لما قال النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وضح أن عيد الفطر يأتي بعد عبادة عظيمة هي ركن ثالث من أركان الدين، وهي عبادة إيش؟ الصوم. وعيد الأضحى يأتي بعد ركن رابع أو خامس على اختلاف الروايتين، وهو الحج. وهو ماذا؟ وهو الحج. إذا لما كان العيد عبادة، هذه القاعدة الأولى، الأصل في العبادات كما لا يخفى على شريف علومكم التوقيف والحظر حتى يدل الدليل، هذه القاعدة الثانية الأصولية، إن العبادة الأصل فيها الدليل، الأصل فيها الحظر والتوقيف حتى يدل الدليل. طيب، بينما المعاملات الأصل فيها ماذا؟ الإباحة حتى يدل الدليل على المنع. وضحت الآن؟ ودليل ذلك: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. الحديث. إذن لما كانت العبادة الأصل فيها الحظر والتوقيف حتى يدل الدليل، نأتي للقاعدة الثالثة، والدليل إما أن يكون قرآنا أو أن يكون سنة أو أن يكون إجماعا أو أن يكون قياسا. هذه مصادر الاستدلال عند أمة الإسلام، مصادر الاستدلال عندنا إيش؟ يا قرآن، يا سنة، يا إجماع، يا قياس. والحمد لله لا عندنا قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس أباح هذه ليش؟ أباح هذه الأعياد. أتت القاعدة الرابعة: البدعة. إذا معناها هذه بدعة، ودليلها ما روى مسلم في كتاب المقدمة من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من أحدث في أمرنا، وفي رواية في ديننا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدل من جميع الجهات أن هذا لا عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام، بل حذر منه ونفاه، ولا عليه دين النبي عليه الصلاة والسلام، بل نقضه جملة وتفصيلا في حديث عند أحمد في المسند، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا الفرس والروم، قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن الناس يومئذ، فمن الناس يومئذ. كل هذه أدلة علمية مناطها الدليل، وضحت أن هذا العيد ليس عيدا شرعيا. طيب، ما هو المخرج؟ المخرج هو: قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. المخرج منه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أن الأم عندنا مقدرة معززة مدى الدهر وليس في يوم من 360 يوم. الأم عندنا أخي المبارك هي التي قال الله عز وجل فيها: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الأم هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عند أهل السنن: قال إلزم رجليها فثم الجنة. الأم هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فأضحكها كما أبكيتها. الأم هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة في الصحيح: قال من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. أمك أمك قال أبوك. ثلاثة للأم واحدة المن واحدة الأب. والأدلة فيها أكثر من أن تحصى. الأم التي جاء فيها عند البخاري من حديث أسماء قالت: يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة، يعني رغبة في الصلة والزيارة، وكانت كافرة، قال صلي أمك. الأم هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم: قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، وهذا بكى بكاء شديدا لأنه صرف عن الاستغفار لها. قال ربنا عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. إذن هذا هو ديننا كما قال فيه ربنا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا هو ديننا الجوارات يا أخوان الله يبارك. وهذا هو دين الذي قال فيه أبو ذر: ما من طائر في السماء إلا عندنا منه خبر. وهذا هو دين الذي قال فيه سلمان الفارسي لما تهكم اليهودي: أعلمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. هذا هو دين الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه زيادة عند الإمام النساء. ديننا هو الذي قال ربنا عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ديننا هو الذي قال في الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة: من لم يكن في عهد النبي دينا فلا يكن في عهد غيره دينا عليه الصلاة والسلام. ليس بعد ذلك مغمز لأحد لكي يأتي بأي كلام. وإن تطيعوه تهتدوا. تريد يوم القيامة أن تشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام فعليك أن تطيعه في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام حوضه مسيرة شهر، طوله شهر وعرضه مسيرة دار، عدد آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وهناك أناس يزادون عن الحوض، يعني يطردون عن الحوض، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. تقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول: ألا سحقا سحقا، ألا سحقا ألا سحقا سحقا. ومن قدم هدية في هذا اليوم فقد اعتدى وبغى وتعدى حدود الله عز وجل. والله يقول: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهو الأم والغير الأم، هذه الأم والغير الأم. أي واحد 21 مارس قدم هدية؟ أصلا احنا نقعد نحتال مثل اليهود؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلى عن الله اليهود، حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها، يعني أذابوها، ثم باعوها. عشان يقول لك: بعنا زيت، ما بعنا إيش؟ ما بعنا شح. راح قدمها لأخته وراح قال له: بالله إيش؟ اديها لأمي. فهمتوا؟ أي إنسان قدم للأم وللغير الأم ولا أتى بأي نوع من الاحتفال في هذا اليوم فقد تعدى. والله عز وجل يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ويقول عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. فينبغي الإنسان أن يتوقف. تريد السعادة في الدنيا وتريد السعادة في الآخرة، عليك أن تكون وقافا عند قال الله وعند قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو المطلوب يا أخواني، وهذا هو المفترض ينبغي للمسلم أن يعمل به. كيف نقنع الأم إذا كان بعض الأخوان يعطوها هدية ويقول لك: هذا إني ما أعطاني؟ أيوة، قل لها: لأني أريدك أيتها الأم المؤمنة. أي ممتاز، ما يمنع، خلها تزعل طالما في طاعة الله، ما في مانع. وأنت ترضيها وتقول لها: يا أمي أنا أريدك أن أكون أنا وأنت من الذين أحبهم الرسول عليه الصلاة والسلام.
ومن الذين أحبهم الله عز وجل. مش ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يقول أنا أريد أن نبرهن على ذلك يا أمي. يقول أنا أريد أن لا أعطيك جمرة من نار ولا أعطيك شيئا في عذاب ربي عز وجل الواحد الجبار. أنا أريد أن أكون أنا وياك طائعين لله عز وجل، وأنا أبرك طول الزمن وطول الوقت ولا نقصر في حقي. أقول له هل رأيت مني أمي تقصير؟ يقول لك لا والله يا ولد، أنت طول السنة وأنت هدايا وأنت تبرني. ولذلك نقول لكي نغير مفاهيم الأمهات، لأنهن طبعا يعني قليلات العلم والفهم، وهناك من يخببهن على الأولاد، عليك أن تكون بار طول السنة. فقل انظر إلى هذا، جاء يبرك بمعصية وأنا طول السنة أمي قاعد إيش أبر بك، ألا تذكرين يوم كذا لما جبت لك الهدية الفلانية، ويوم كذا لما رحنا أنا وياك تعشينا، ويوم كذا لما جبت لك الفستان الفلاني، ويوم كذا لما جبت لك البنجرة الفلانية، ويوم كذا لما جبت لك الساعة الفلانية، وكذا لما تذكرها بذلك ليس من باب المن، ولكن من باب إيش؟ من باب أنك تدفع الشبهة التي فعلها إخوانك. هذه نقطة. النقطة الثانية، ثم أيضا تتحرك على إخوانك وأحبابك في البيت وتبدأ تفهمهم أن إخوانك اللي بتعملوا ده إيش؟ غلط، واللي بتعملوا ده فيه معصية، ففيها تعدي ليش؟ لحدود الله تبارك وتعالى. وهكذا لما تجتهد على كل هذه الأمور أبشر بالخير. دعوتك لابد أن تجد صدى يوما من الدهر، وإن لم تجد صدى على الأقل لم تعصن تيش لم تعصن الله تبارك وتعالى. لا، حتكون شيخنا المبارك حيلة، دخلنا في الحيلة بتاعت اليهود، لعن الله اليهود. ما يمنع عيد الأضحى عيد فرح سرور على كل الناس، فهمتم يا إخوان؟ هذا كل الناس يتهادون فيه، والعندنا احنا الدليل العام يقول لك تهادوا تحاب، هذا عموم. اخرجه ماذا؟ اخرجه النهي عن تعظيم اعياد ايش؟ الكفار. فالذي اباح الهديه طول السنه هو الذي حرمها في يوم بعينه يسمى يوم الزواج، او يسمى عيد الميلاد، او يسمى عيد الام، او يسمى عيد الاب. عرفتم يا اخواني؟ هذا عموم، امر يفيد العموم. العموم هذا خصصه واطلع، وهذا مطلق قيده النهي الذي ورد فين في الأمور الأخرى. نعم تفضل يا أبو حسن. ها يوم الولادة أنك أنت يعني الزوجة ولدت مثلا فتدي هدية لها وتعطي هدية. نعم ها. لا عيد الزواج ما يجوز، عيد الزواج لا لا، هذا عيد ما يجوز أبدا، ما فيش يوم. شوف يا إخواني، يوم الزواج ما في شيء، إنه كل ما عاد يوم الزواج اللي هو كان تزوجته يوم اثنين شهر محرم سنة كذا، وتعالي دي 20 سنة ونجيب 20 شمعة وتورتة كبيرة أوف ونقعد نطفي الشمعة وتعب، هذه كلها. أنا أسألكم سؤال، أنتم ناس يعني أهل فقه وفهم، هذه العادات من أين أتتنا؟ من اليهود والنصارى. الحمد لله رب العالمين، تقولكم ناس قبائل وناس عوائل محترمة، روح اسأل جدك وجد جدك وجد جد جدك هل كانوا يفعلون ذلك؟ يقول لك يا بني إنه محدث، والله ما نعرف هذا الكلام. أنا كنت أمك دي أبرى العمر كله، ولو طلبت عيوني أنا إيش أعطيها. في برنامج بك أصبحنا زوجة تبرعت بكليتها لزوجها ولم تخبر أحدا، شارت الكلية كلها للزوج. هذا هو ديننا. ليس الآن إحنا اللي قاعدين يعظموا في النصارى هؤلاء، اذهب إلى تلك البلاد وانظر عدد الأمهات الملقيات في دون العجزة، اذهب وانظر إليهن، أيوة تعرف كذب هؤلاء إيش وكذب ودجل هؤلاء الناس. أما نقول في يوم يعني مولد الأطفال مثلا، يعني ولدت الأم وأنجبت طفلا ذكرا كان أو أنثى، فأهديت لها وأهديت لأمها وأهديت لأمك، هذه يسمى إخوان من شكر النعمة. يقول الشيخ بن عثيمين ومن النعم المتجددة أن ترزق بالمولود، هذه نعمة، كما في شرح رياض الصالحين في باب سجود الشكر عند نزول النعمة ودفع النقمة، هذا من الشكر. والله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هو القائل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأنتم أيها المباركون، احنا ما جلسنا هذا المجلس ولا حبستم أنفسكم عن أهلكم إلا من باب أن نتعلم ثم ننشر هذا العلم. وأنا متأكد أن كثيرا، نحن الآن أكثر من 6 سنوات مع بعض، أنا متأكد أن كثيرا من مفاهيمنا قد تغيرت. هل نحن تغيرنا؟ هذا بينك وبين ربك عز وجل. لكن المهم أننا في مجلس هذا
أغير موروثات المفاهيم البائدة الفاسدة. أما أنت تغيرت ولا ما تغيرت دي بينك وبين ربك، وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، لأنك إن لم تفعل ذلك لن تظفر بالتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. النبي ما كان يتجسس على الناس في بيوتهم ولا يقول لي روح تابع شوف تغير ولا ما تغير. النبي كان يقول حلال حرام، والإنسان هو بعد ذلك إيش حر. بينك وبين ربك عز وجل لست عليك رقيبا أنا، ولست عليك حسيبا، وأنت وكل حجيج نفسه. عرفت الحلال وعرفت الحرام. هنا زادت الكلفة عليك وأقيمت الحجة عليك حتى لا تقول يا رب أنا ما كنت أعلم. نحمد الله عز وجل ما يعني في ما مرت مناسبة ولا مر شيء، ونحن في كتبنا التي قرأناها ما ختي منها وما نحن في صدده الآن، لا أظن أن في شيء إحنا ما وضحنا بما ندين الله عز وجل به. شيخنا جزاك الله خير، باقي نقطة واحدة وهي لا نهدي لكن نجعل رنة الجوال والنغمة أم العزيزة في هذا اليوم مناسبة النغمة بس. أحسن، شكرا دكتور. الدكتور طبعا يعني جزاه الله خير يأتي لنا بكلام، لأنه طبعا داعية وشيخنا وهو أولى بالمكان هذا مننا، نقول كلام ده كثير بس هو يتكبر علينا ويغيب كثير ويمدينا الطرشة يعني دائما، الله يغفر لنا. على كل حال، أو أن مثلا إيش زي واحد سبحان الله في إحدى القنوات شتمته إحدى الإعلاميات بأمه، فراح استضافوه كده عبر الهاتف فقال له وطبعا إحنا حنهدي لك النهاردة وللست أمك أغنية، فأدوا له أغنية كده يعني معروفة كده عند من يسمعون الغناء الله يعافينا وإياكم، قال أشكركم جدا على الهدية وهدية مقبولة وإلى غيره إلى غير ذلك. طبعا كل هذا يا أخوان العيد له مظاهر كثيرة، فكل ما كان من مظاهر هذا العيد يحرم ما دام العيد ليس عيدا شرعيا. خذوها قاعدة يا أخوان خلاص، كل ما يعين في ذلك اليوم على إظهار هذه الشعيرة فيدخل في باب إيش التحريم. والدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسولهم حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فكل هذه الأشياء محرمة، وكل ما أعان عليها فإنه يدخل في باب التحريم. إن رجلا أهدى مزادة للنبي عليه الصلاة والسلام، المزادة القربة، قال ما فيها؟ قال خمر، قال حرم الله الخمر. قال فإذا برجل يسارر هذا صاحب ليش العادية، فقال له النبي ماذا تقول له؟ قال قلت له انتفع به. قال لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال ففتحها وأراقها. فنقول يا أخوان كل ما يظهر هذه الشعيرة في هذا اليوم بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة فإنه يدخل في النهي الذي ورد في هذا الأمر. طيب نرجع ناجي جاء فضيلة الشيخ السؤال الغاء ضيع الدنيا.